ترانسميتر هسه اوكي بتبعه يعني زين. هذا عندك فانكشن جنريتر دي سي 1 دي سي 2 وهذا اي سي 1 اي سي 2 هذا 2 كيلو 4 كيلو هذا ساين وهذا دي سي ودي سي اوكي. اول شيء راح اشوف شنو طبيعه الاشاره مالتي اشوفه بالاوسيلوسكوب. هاي سهله العمليه هاي كلها ما لها علاقه بالتجربه اليوم باور شغله اخلي انتي مروان يعني. هذا اول شيء نصفره شو انتبهوا يعني نصفره بحيث يكون يقع الزيت خوش زين. اريد اشي بعدين اخليه على شنو على الدي سي لانه هذا اقرا اشاره دي سي. تخلي الاحمر وين على هذا البن والزيرو على الجراوند او الاسود على الجراوند بعدين تقلل لي من مالتك التقسيمات بحيث يكون كل مربع 2 فولت هذا قفله كل مربع 2 فولت شويه تقريبا 2 4 ونص 4 ونص مربع يعني معناته 5 فولت معناته او خلي على المربع الواحد 5 فولت معناته انت عندك هنا ايش هذا المفروض يطيب تقريبا مو زين الاوسيلوسكوب لا لا ها المفروض يقرا عندي 4 فولت 4 فولت يعني شو مربع كل مربع 2 معناته 2 1 2 4 ونص المربع الاخر تقريبا 5 فولت مو اكثر بس هذا بي غلط اوكي يعني زين. لاحظ هنا من تغير بي ايش يصير هذا البي مينيمم اللي هو ايش قلت ناقص تقريبا ناقص 5 فولت ومن الزيت ايش قد يوصل للصفر بعدين يتعداها للأربعة. فاذا هنا انا اعرف انه باي ذا واي هذا 6 فولت يمكن اذا هذا يسار مضبوط بس يتوقع 5 زدوها مو 6 هذا غلط اوكي بس الجراوند ضبطه يلا كل مربع 2 اي 2 ونص 5 فولت 5 فولت وناقص 2 5 فولت جوز اوكي فسجل يمك ال في مينيمم وال في ماكسيمم ايش قد هاي بالنسبه لهذا الكيت خوش ناقص هذا ايش قد قاعد يعطيك ناقص 5 زائد 5 من ناقص 5 الى زائد 5 تتغير ماكسيمم هذا ثابت بالكيت اي هذا قلت لنا على الدي سي 1 هذا الدي سي 1 اي هو الدي سي 1 خوش خلينا نشوف هسه خلصنا الشغل تاخذ هذا التشانل اللي هو تشانل 1 وين التشانل هذا تشانل 1 هيا تو مباشره وهذا تاخذ نفس الواير جنبه لا تشانل منا او منا نفس الشيء بس صار تشانل 1 تشانل 2 يحملون نفس المعلومات سامبلينج هي هنا بهاي العمليه انترنال تصير داخلي فمعك منطقي بالضبط هو حيختار السامبلنج الاوبتيمال اي تو دي كونفرجن هاي العمليه بدك تفهمها هسه اي نعطيه في مينيمم اللي هو ناقص 5 فولت قلنا تمام ايش قد الاوتبوت مالتي دي 2 لحد الدي 7 الدي 1 منباع عليه هذا صافي ازيد شويه الفولت يا بابا ايش يصير عندي بالقيم تبدي تزيد شويه شويه تزيد بمقدار زياده واحد بدي اشوف هسه مثلا انطيته مثلا زيد عن الموجب اي زيد زياده الموجب كل ما زيد الموجب كانه بده يصير عندك الكاونتر بالباينري أسايج قد واحد 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 صفر 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 زيتها شوية قفزت على القيمة اللي وراها بها واحد عفية دائما باع أنا شو أسوي باع انتبه على هاي النقطة مثلا هذا ما أنطي واحد وهنا أعطي واحد هنا دائما غير بيبح هذا صفر لأنه هذا اسمه برايفت بيت هذا دائما أنت صفره حتى الجهاز يشتغل عليه سواء يضيف أو ما يضيف حتى يسوي أون أو أوف إيفن أو أوت أوت مين يتحكم الجهاز من ايفن واد منه خلينا نفترض انه انا اريد اشتغل على ايفن فانت 0 1 0 1 شوف ايش صار عندي ضاف عنده واحد منه. بينما انت لو جد اصلا حاط واحد ما راح يبين عندك جهاز يضيف عافيه الجهاز يضيف خلاص هذا الايرور تشيك كود هذا اللي هنا اضيف له هنا الفاربل تو سيريال بس تحتاج تعرفه راح يحول قيمه قيمه يطلعها على السيريال شلون يطلعها عن طريق هذا الواير اللي هو 1 بت تمام سلك الواحد سلك الواحد اللي احكي عليه خوش طبعا عندي على دائره الريسيفر دائره الريسيفر طبعا هذا الجزء اللي حاسويه هسه ما حعلق عليه على المحاضره الجايه لانه ما تحتاج تعرفه بس اقول احتاج اقول لك عليه انه ها هي تسمى عمليه تزامن تحتاج بس تضبطها مره واحده وما يحتاج بعد تجي لها بس تضيق الوقت لانه هاني بحدي فعلى المحاضره الجايه نشرح لكم اياها زين هي اصلا مطلوبه عندك
بالامتحان كلش. ها الارث اضرب اوكي. بس انا سويت اخذت انبوت من هنا دخلته عفوا اوتبوت من هنا دخلته على الانبوت هذا. هذا اسمه voltage controlled oscillator frequency selector. هذا غير بالفولتي لحد ما يصير هذا التزامن ويا هذا. بس اكو كيت عاطل اللي هو يمكن هذا يمكن بسيطه. لا لازم الجمبر لازم لازم اي اعطيني فد زحمه عليك والله من هذا الميز اعطيني مثل هذا 53 2153 لقيت؟ مو هذا ما يجوز إشارة التزامن هذا. هذا ما بيشي ليش ما فحصناه؟ إيه لا 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 بس مو تخبط رجع مثل ما هم. هذا ما دقق أنا. 2153 إيه خلي هذا. هذا الليد من هو شغال معناته اكو تزامن ما بين الترانسميتر والريسيفر. من هو طافي معناته ماكو تزامن. يا ولد يا ولد هذا هذا دائما هو ضبطه مره واحده وبعد اوفر ما نحتاج شيء. خوش حكي. ايش نحتاج بعد؟ ايه هسه بابا انا المفروض نظريا الترانسميتر شي دز عندي ديتا اللي هي الباينري المفروض تبين عندي هنا بالاوتبوت مال الدي تو اي كونفرتر. يعني مثلا اذا زياد مثلا خلينا نقول واحد وكل اصفاره واحد دي 6 والبقيه اصفاره المفروض استلم واحد والبقيه كل اصفاره نفسه اذا اشتغل شغلت هنا ايفن وضفت هنا البيت لازم هنا هم يشتغل ايفن اي لازم بالاتفاق بالاتفاق ما يصير هنا تشتغل ايفن هناك ما يشتغل شيء والاود نفس الشيء زين بعد شكو عندك المفروض الاشاره اللي تطلع منها هي مشابهه للاشاره ذيك مثلا هنا ايش قد مدخل اني نقول انا مدخل هاي بس بعدين بتجي برجع انا احتاج هسه 5 فولت ناقص ايش قد هاي ناقص 4 فاصلة 2 تقريبا فولت المفروض هنا تطلع نفس الشيء هنا نفسها اللي هي نفسها هنا ان شاء الله ممكن. زين ستيب 1 راح تحسمون الستيب سايز ستيب 2 راح تدخل هنا راح تجيب الاوسيلوسكوب مالتك هنا على الموزين راح تحط واحد على الارث وواحد تحطه على الدي سي 1 وتغير بالقيم الفولتيات حسب الجدول اللي مسوي لك اياه مثلا تعطي ناقص 3 فولت شلون تحسب ناقص 3 فولت مربع ونص بالماينس ماشي وتشوف ايش قد القراءه مالتك هاي القراءه سجلها بالدفتر بالورقه مال النتائج وتغير وتشوف القراءه الجديده وتسجل بس انا دائما خليه شنو صفر دي 1 باينري يعني مثلا انا هسه هو على 4 غيرت على 3 يختلف عندي بهاي هاي مو علامات هاي يعني الداتا تصير 0 1 0 1 0 1 1 عفوا من دي 7 راح يكون على اليسار بالموست والدي 2 راح يكون الليست الدي 1 ما تسجله يعني الدي 1 0 اي هو يختار اوكي هاي ستيب 1 2 ستيب 3 ايش راح يصير عندك؟ تحسب لك الايفن راح تدخل ستيب 2 بعد ستيب 3 بعد ما تحتاج الاوسيلوسكوب راح تعطي اول قراءه اول واحده 1 0 1 0 1 0 شلون نسوي تزيد به العافيه شيء نانا لا عفوا هذا كله نشتغل هنا تزيد به لحد ما تحصل هاي القيمه 1 0 1 0 1 0 اوكي اذا انا مشتغل ايفن المفروض تسجل الاوتبوت مالتك هذا انبوت هذا اوتبوت كل اصفاره كل اصفاره كل اصفاره كل اصفاره كل اصفاره كل اصفاره
لا نفسه ليش كل نفسه 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 بس هذا راح يكون عندك واحد. هذا ما الجهاز اللي ينطي نفسه الجهاز. اوكي الواحد اللي ينطي جهاز الواحد اللي ينطي جهاز واذا بالاود فنعطيك غير امثله نفسه ايه اوكي يلا قسموا الى مجاليه خلي هذا ربط خليه خليه تعلموا علي.